بقبره أحدى بساتين قضاء الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة. ومع قرب حلول فصل الشتاء تهاجم حشرات متنوع الأشجار وتصيب الثمار، خسائر كبيرة يتكبدها الفلاحون ويعزوها إلى عدم جدوى الآلية المتبعة في مكافحة الحشرات من قبل وزارة الزراعة الاتحادية. بالنسبة لوضع المكافحة ووضع الأمور، الفلاح اللي هو محتاجها ما يعانون ولا يصدون عليها ولا ينتبهوا لها. احنا قضيتنا أصبحت مستعصية، لأن الآن صار لنا أكثر من 4 سنوات عدم المكافحة الجوية، وهي المكافحة الجوية اللي تخلصنا من هذا الوباء اللي هو حشرة الدوباس وحشرة ذبابة الفاكهة وذبابة الياسمين والعناكب. هاي كلها الآن أصبحت هي وباء الفلاح. الأمراض الزراعية بدأت تفتك بالمزروعات لأنه عدم الاهتمام، عدم المتابعة، إضافة إلى السلعة الموجودة بدت بالسوق تغطي، فصار عدم الحاجة لمنتوجات العراقية. فيما تدافع مديرية الزراعة في المحافظة عن نجاح آليتها شرط تعاون جميع الفلاحين، لكنها لم تخفي مطالبتها وزارة الزراعة بضرورة إجراء المعالجة الجوية كآلية أكثر نجاحا لمكافحة تكاثر هذه الحشرات والقضاء عليها. حقيقة موضوع مكافحته موضوع سهل، لكن يحتاج إلى عناية ورعاية من قبل الفلاحين أصحاب البساتين، وأن يقوموا بالمكافحة يعني سواسية كل المزارعين في المقاطعة الوحدة أن يقوم بعملية المكافحة، لأن عندما يقوم فلاح بمكافحة هذه الحشرة ويبقى الآخر لم يكافح بستانه، فتنتقل هذه الحشرة من حق إلى آخر، وبالتالي لا يستطيع القضاء على هذه الحشرة. نأمل حقيقة في العروة الربيعية القادمة سوف تكون الطائرات جاهزة إن شاء الله حسب ما أدلى به سيد معالي الوزير لمكافحة حشرة الدوباس في محافظة كربلاء، وبالتالي نستطيع أيضا مكافحة الحشرات الضارة واللي من ضمنها ذبابة فاكهة على البساتين المحافظة. 12 ألف دونم من البساتين مصابة بهذه الآفة، وتعد بمثابة رأة كربلاء ورافدا من روافد سلتها الغذائية. فهل ستنجح الإجراءات المتبعة في إنعاش واقع الزراعة في الأيام القليلة المقبلة من أجل إنقاذ ما تبقى منها؟ من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زاكروس تيفي.